وقد قال حسن البنا قديما لما تجلت أخطاء الممارسة السياسية باسم الدين ووقعت مآس بسبب ذلك مصبوغة بالدماء، قال متطهرا: لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه أعلم الإسلام وأربي الناس عليه. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولا قمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم. قال هذا بعد أن وقع ما وقع وتجلت أمور وتكشفت أحوال، ولكن لم يكن لقوله هذا من فائدة. من ضمن الأصول أيضا التي وضعها حسن البنا وهي مسألة أن الذي يقود الدعوة ليس العالم وليس طالب العلم كما هي طريقة الناس منذ آدم عليه السلام، فإنه منذ آدم عليه السلام والناس أعلمهم بدينهم هو الذي يلتفون حوله. لو تقرأ تاريخ بني إسرائيل أعلمهم بدينهم يلتفون حوله بغض النظر عنه، سواء كان راهبا باطلا أو على دين موسى لم يحرف أو حرف، المهم عندهم عقيدة الناس أن الأعلم في الدين هو الذي يلتف حوله. أيام عيسى عليه السلام، ما بعد عيسى عليه السلام، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الأعلم في الدين هو الذي يلتف حوله. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفقه الصحابة معاذ بن جبل وغيره. بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، دولة أموية، دولة عباسية، بعد الدولة دولة المماليك، الدولة العثمانية، إلى أن جاء حسن البنا. فأصبح الذي يقود الدعوة الإسلام ليس العالم وليس طالب العلم، إنما القيادي الذي وصل إلى مرتبة معينة في القيادة تؤهله لكي يصبح مسؤول عن العلماء وعن طلاب العلم وعن الدروس، فكأنها هي دولة. كما هو أن رئيس الدولة يصبح مسؤول عن الأمة حتى وإن لم يكن عالما، الإخوان المسلمين وضعوا دولة يصبح المسؤول فيها حتى وإن لم يكن عالما، ما دام أنه ملتزم بالأوامر واللوائح والأنظمة وقدم خدمة جليلة لهذا الفكر وهو طائع له غير متغير، هذا قد يوصله إلى أن يرتقي حتى يصل إلى المرشد العام. وهي دولة ما لها علاقة في العلم، ما لها علاقة في العلم الشرعي، هذا يتركونه جانبا. دولة ليس لها علاقة في العلم الشرعي نهائيا وليس لها أي تقييم عمش، إنما هي دولة مؤسسة بحيث لو نجحت الانقلاب فإذ بها جاهزة برئيسها بمجالسها بطاعاتها بنوابها بكلها، وهي دولة كذلك ديمقراطية لا علاقة لها لا في بدع ولا غيرها. المهم أن تلتزم بهذه اللوائح كما تفعل الدول الديمقراطية، أن تلتزم بأنظمة الدولة ثم بعد ذلك اختر ما تشاء، تصلي أو لا تصلي، وإخوان المسلمين من كان لا يصلي، صوفي أو غير صوفي، والإخوان المسلمون منهم من كان ليس من كان صوفي وخرافي وغير ذلك وغير ذلك من إيش الأمور. هذا الأصل ذكرناه من ضمن أصول حسن البنا.